التفكك الأسري الحقيقي ولا التفكك العاطفي، ما كاش قاعدة، ما كاش جلوس، ما كاش حوار، ما كاش تواصل، قد يؤدي ماذا؟ إلى الانحراف، لأنك أنت ما تقعدش ما تعرفش وش صرا، لأنك كنت تقعد تشوف وجهه، تشوف عينيه، حركاته، عينيه حمورة ولا مش حمورة، يرعش ولا ما يرعش، يطلب الدراهم بزاف ولا ما يطلبش، أنت تفهم هذه علامات، علامات شرب المخدرات واستعمال المخدرات. كيما تقعدش معاه وين تجي تصيب وراقد كيف تعرف انت؟ قلنا لا اقعدوا معايا يا ولاد، نشربوا القهوه كيف كيف، نتغداو كيف كيف، نتعشاو كيف كيف. بعض العوائل لا يجتمعون، يقول لك تلاقيت مع الاولاد مره في الشهر، هما في دار واحده، قل لما نخرج نخليهم راقدين، لما نجي نلقاهم راقدين، ولا هما يسهروا بعدنا نرقد، عيان ما تلاقاوش مع اولادنا في دار واحده. وبعد نقولوا هاي كاين ازمه وكذا، ازمه احنا لازم نتصرف ونحسن تسيير هذه الأزمة، وذلك باللقاءات دائمة مع أهلنا وأولادنا ومن هم تحت مسؤولياتنا. ولا يقول أن قائل بأن القضية دي متعلقة غير الناس اللي بعاد، قال هذا وش بيها يضرنا على المخدرات، احنا وش دخلنا، احنا نصليه، خلي البير مختار.